المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تسعى ليكون ما هو جميل، تهتم بجمالها كما تهتم بأطفالها، كما تهتم بمستقبل أولادها، لأنه الجمال شيء أساسي، شيء أساسي عندها رغم الظروف الحياتية الصعبة اللي بنعيشها. لا، بتحاول إنها تكون جميلة، بتحاول إنه شعرها مثلا إذا محتاج ينفرد ينفرد، محتاج تصبغ إيش مثلا بالنسبة للبشرة، فكل ما هو جميل بتحاول تبحث عنه المرأة. إحنا ناس وشعب نبحث عن الجمال، نبحث عن الحياة، نبحث عن الاستمرار في الحياة، نريد أن نكون مثلنا زي أي شعب في أنحاء العالم. نتابع الموضة ونحن على استعداد تام أن ننافس حتى في العالمية في الخارج في مجال مهنتنا كخبراء، أن نكون موجودين على المسارح. نحن يعني بإمكاننا، هناك فريق فلسطيني في قطاع غزة بإمكانه أن يكون يشارك حتى عن الجمال في غزة. قالت للعالم من حق غزة أن تعيش بكل أطيافها، من ناحية جمالية، من ناحية طبية، من ناحية صحية، من كل النواحي الحياتية للإنسان. من حق غزة أن تكون موجودة دائما في كل محافل الدول العالمية. بحب أكد أنه الحصار بيلعب دور كبير بأنه يمنعنا من أنه إحنا نشارك بدورات تجميلية، بمهرجانات تجميلية، بشيء يخدم هذا القطاع. يعني هناك لو في عنا معابر مفتوحة إحنا بإمكاننا أنه نشارك على جميع المستويات، بإمكاننا أنه نطلع، يعني من حقنا نأخذ خبرات، من حقنا يعني فاهم كيف أنه نكون على مسرح كان، على مهرجان كان، نستطيع أن نبدع. إحنا كشعب فلسطيني يستطيع أن يبدع وين ما كان، أي مهرجانات إن كانت في القاهرة إن كانت في كل دول العالم من حقنا، ولكن ما يعيقنا دائما هو الحصار على قطاع غزة. طبعاً مبسوطة كتير بوجودي هنا وبالحفل الكبير هذا، لأنه طبعاً كلنا عارفين المعابر مسكرة وفيش خبراء تجميل. بس طبعاً بعد ما سمعت النصايح الموجودة بالحفل وسمعت من خبراء التجميل وشفت المنتجات هاي، يعني عن جد ما كنتش متوقع إنه يطلع لي شيء هيك. يعني أنا مبسوطة كتير طبعاً بوجودي هنا، مبسوطة كتير إنه بعد التجربة هاي راح أشوف إشي بيختلف، تقصف الشعر راح يروح، الشعر راح يطول وراح يتغذى، وأكيد يعني هذا إشي بفرح إنه في عنا خبراء تجميل يعني أحسن كمان من اللي في بلاد برا، ومبسوطة كتير أكيد. أي مرأة أصلاً في العالم كله سواء فلسطينية أو جنسيتها تانية يعني بتحب تهتم بحالها كتير وبمظهرها وبشعرها وبكل إشي. وطبعاً في كتير عنا يعني ثلاث أرباع الناس اللي موجودة يعني البنات بتحب تهتم بشكلها وبشعرها، فطبيعي هذا إشي طبيعي. يعني كل بنت بتحب دايماً تكون هي أحلى واحدة بالمكان، يعني ودايماً مظهرها لائق للكل، يعني الكل بتطلع وبقول هاي جميلة وهاي حلوة شعرها حلو، فطبيعي يعني الكل بحب يهتم بحاله.